إذن مشاهدينا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد إلينا، والجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 25 قرية في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 25 قرية في جنوب لبنان. نبقى في متابعة إذن لكل هذه التطورات الميدانية واستمرار القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني أيضا، واستمرار انذارات الإخلاء للقرى الحدودية. والآن نعرض لكم في هذا البيان العاجل أسماء هذه القرى الـ25.